بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ محاضرة اليوم في مادة الدوائر الكهربائية، المحاضرة رقم 3. عنوان المحاضرة Analysis Technique of Electric Circuit، طرق تقنية لتحليل الدوائر الكهربائية. هناك طرق تحليل مبسطة، وذلك بواسطة قانون كيرشوف، وتستخدم في كثير من الأحوال لتبسيط الدوائر الكهربائية. ونقدم واحدة منها أول واحدة منها، اللي هي equivalent circuit، equivalent resistor أو equivalent resistance، اللي هي المقاومة الكلية. أحيانا يوجد لدينا if the number of the resistance connected together، مجموعة مقاومات متصلة مع بعضها، and it is not required to found current or voltage within this group. يعني ما نبش نوجدوا التيار لكل مقاومة أو الجهد في كل مقاومة، نريد أن نحسب فقط التيار الكلي في هذه الدائرة و equivalent current أو equivalent voltage اللي هو الجهد الكلي. ويمكن استبدال المقاومات الموصلة سواء كانت على التوالي أو على التوازي بمقاومة واحدة، نقدر نسميها مقاومة مكافئة اللي هي equivalent circuit. أولا نبدأ بسيريانس ريزيستانس اللي هي المقاومات على التوالي. مقاومات على التوالي كما في الشكل اللي هو موجود عندي، المقاومات على التوالي اللي هو الشكل هذا. If the number of resistors are connected as shown in the figure، اللي هي الدائرة التالية موضح أن هي توصيل على التوالي، يمر نفس التيار اللي هو ما يمر في R1 ويمر في R2 اللي هو تيار I، ويمر في R3 لغاية Rn. وهذه المقاومات تعتبر كهربائيا موصلة على التوالي، ويمكن استبدالها بالشكل اللي هو هذا أمامنا، عبارة عن مقاومة واحدة نسميها R equivalent، ونفس الفولتية المصدر اللي هو فيه هنا هو نفسها فيه هنا، والمقاومات هذين ممكن نجمعهم في مقاومة واحدة نسميها R equivalent. في حالة التوصيل على التوالي، نحن عارفين من خلال نظرية كيرشوف في المحاضرة اللي فاتت أن راع مجموع الجهود الداخلة يساوي أو ناقص الجهود الخارجة يساوي صفر، بمعنى أن الجهد الداخل اللي هو V والجهد على R1 زائد الجهد على R2 زائد الجهد على 3، الجهد اللي هو شو يساوي I في R1، I في R1، R2 في I اللي هي نفس التيار على التوالي، R3 في I إلى غاية I في Rn، مطروحة من جهد الداخل ناقص V يساوي صفر. إذا لو خذينا من هذه المعادلة I عامل مشترك، يتبقى عندي I مضروبة في R1 زائد R2 زائد R3 لغاية زائد Rn، وننقل V للطرف الآخر تساوي V. لو خذينا R equivalent اللي هو R1 زائد R2 زائد R3 زائد Rn، سمينا R equivalent، يبدأ عندي R equivalent I يساوي ناقص V تساوي صفر. إذا من خلال هذه المعادلة واضح أن نرى R equivalent شنو تساوي R1 زي ما باين عندي هنا زائد R2 زائد R3 لغاية زائد Rn. نجوم بعدها نحتاج إلى معرفة R equivalent في حالة الدوائر على التوازي Parallel resistance اللي هو توصيل التوالي التوصيل على التوازي. التوصيل على التوازي عند وجود if the number of the resistors are connected showing in the figure هذا figure 2 اللي هو بالشكل هذا R1 يوازي R2 يوازي R3 لغاية Rn. الشكل هذا نقول راه متصلة على التوازي، فإنه التيار يقع بين طرفي كل منها نفس فرق الجهد، اللي هو الجهد على R1 هو نفس الجهد على R2 هو الجهد R3، ونجد أن التيار جزء تيار I ينقسم إلى I1 و I2 و I3 لغاية IN.
في حالة عنده بشكل هذا عبارة عن نبو نفس الشكل اللي هو نبو R كوفنت لهذه الدائرة اللي هي موصلة على التوازي، هو عبارة عن التيار V على R واحد يعطيني I واحد، V على I اثنين يعطيني I اثنين، V على I ثلاثة يعطيني I ثلاثة لغاية I N، وهذين كلهم يساوون شنو؟ يساوون التيار الداخل اللي هو I. بالتالي نصبح لدينا واحد على R كوفيننت اللي هو V على R كوفيننت اللي هي مجموع هذين R1 زائد R2 زائد لغاية زائد Rn يعطيني R كوفيننت، يبدأ V على R كوفيننت يعطيني I. إذا المقاومات على التوازي محصلة واحد على R كوفيننت تساوي واحد على R1 زائد واحد على R2 زائد واحد على R3 لغاية واحد على Rn. يعني نوصل الآن أن في حالة التوالي عبارة عن الجمع الجبري العادي R1 زائد R2 زائد R3 نفس الـ R equivalent، وفي حالة البرر 1 على R equivalent تساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. نشوف الأمثلة. مثال الأول example 1 found the equivalent resistance R equivalent for the circuit showing in the figure. أوجد المقاومة المكافية في الدائرة المبينة في الشكل المبسط هذا. هو عبارة عن دائرة فيها مقاومتين على التوالي على التوازي R1 و R2. يبدأ 1 على R equivalent كيف اتفقنا في المعادلة اللي فوق، 1 على R1 زائد 1 على R2 يساوي نضرب الطرفين في الوسطين ونقلب عشان نحصل R equivalent اللي هو عبارة عن 1 على R equivalent عبارة عن نجمع 1 على R1 R1 زائد R2 في المقام، وهنا يقعد عندي R1 زائد R2، يعني بمعنى R2 R1 زائد R2 على حاصل ضرب المقام اللي هو R1 زائد R2. بعدين أنا هنا 1 على R equivalent، إذا كان نحتاج R equivalent عبارة عن نقلب هذه R equivalent، يبدأ نقلب المقدار هذا اللي هو تساوي R1 في R2 على R1 زائد R2 تعطيني R equivalent. هذا في حالة يبدأ عندي مقاومتين فقط عبارة عن حاصل ضربهما على حاصل جمعهم. عندي المثال رقم 2 اللي هو اف ار 2 تساوي 0 اللي هي شورت سيركت، يعني ما فيش مقاومه، انا عباره عن سلك ما فيش مقاومه. نجد ان التيار قلنا يمشي في المقاومه الاضعف وهذه مقاومتها 0، يبدا التيار كله يمشي وين؟ في المقاومه شورت سيركت. يبدا عندي عشان ويسمى هذا النوع من الدوائر على الشورت سيركت اللي هي الدائرة المقصورة، فينطبقوا نفس القانون، نفس القانون اللي هو R، محتاجين إلى حساب R كوفيننت. يبدأ R1 في R2 اللي هي تو مقاومتها كم تساوي؟ صفر، لأن شورت سيركت صفر، R1 في صفر على R1 زائد صفر، يبدأ عندي المقام كله صفر، صفر على أي مقدار يطلع صفر، إذا R كوفيننت في حالة الشورت سيركت يعطيني شنو؟ تساوي صفر، وهي مبينة تحت هنا. R equivalent تساوي R1 في 0 و R1 زائد 0 يعطيني 0. إذا التيار I يمر بالكامل في الدائرة المقصورة اللي هي during the short circuit، يمر التيار I كله هنا لأن مقاومته 0، يمشي في المقاومة الأضعف اللي هو التيار كله، وأنا ما أمشيش أي تيار لأن الدائرة هذه نسميها دائرة مقصورة، يمر فيها التيار كلها في الدائرة المقصورة أو في الشورت سيركت. نجو المقاومات اللي هي مركبة بين التوالي والتوازي، سيريس برر ريجستور كوبل، اللي هي مقاومات المركبة فيها توالي وفيها شنو؟ فيها توازي. نشرح على طول المثال. أوجد المقاومة المكافئة للدائرة المبينة في الشكل. Found the equivalent resistance are equivalent for the circuit of figure 3. أوجد المقاومة المكافئة للدائرة المبينة في الشكل. واضح أن المقاومة 5 و 4 وواحد موصلات على التوالي، بعدين على التوازي مع العشرة الواضح من الشكل، وبعدين عندي المقاومة أربعة واثنين
مع المحصلة هذه اللي هي عند العشرة على التوالي مع الأربعة والاثنين، شوفوا الشكل الحل. بداية نبدأ بجمع هذين واحد والتسعة والخمسة كما اتفقنا إن على التوالي، وحاصل جمعهم جمع جبري عادي اللي هو خمسة زائد تسعة زائد واحد اللي محصلتهم كم؟ 15. وبرضو تقعد مع العشرة توازي ونكمل عقاب الدائرة اللي هي أربعة واثنين وأربعة وثلاثة وأربعة. بعدها نشوف الحل هنا، نجد أن الخمستاش والعشرة محصلة على التوازي يساوون كم؟ يساوون ستة، اللي هو عبارة عن حاصل ضربهم على حاصل جمع اللي هي 150 على 25 يعطيني ستة. الستة والأربعة والاثنين على التوالي يبدأ مجموعهم كم؟ 12. على التوازي مع الأربعة، على التوازي مع الأربعة يبدأ عندي الاثناش والأربعة على التوازي محصلة حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هو 12 في الأربعة 48 على 16 يعطيني ثلاثة. ثلاثة والثلاثة هذه والأربعة برضو على التوالي يبدأ محصلة ثلاثة وثلاثة وأربعة، محصلة هذه الدائرة كلها عبارة عن مقاومة وحدة آر كوفننت تساوي كم؟ تساوي 10. نشوف العنوان اللي بعده تو هيك من خلال فهمنا كيف لو جتني دائرة على التوالي كيف نجيب المقاومة الكلية بتاعها، لو جتني دائرة على التوازي كيف نجيب المقاومة الكلية، لو جتني دائرة فيها توالي وفيها توازي كيف نوجد المقاومة الكلية. نزول الآن لدلتا تو ستار ترانسفورميشن ترانسفورم اللي هو نفرض أن لدينا دوائر ما فيهنش توالي لتوازي، يجيني بالشكل هذا اللي هو نحن نسمو فيه دلتا والشكل هذا نسمو فيه ستار. قال لي عشان نحل دوائر شكل هيك نفهم كيف طريقة تحويل من دلتا إلى ستار اللي هو دلتا تو ستار، تحويلات دلتا وستار. عندي قانون يقول لي مرات نجد دائرة أو مثال فيه دائرة زي هذه بنحولها للشكل هذا باش نقدر نحلها بعدين على التوالي أو التوازي حسب ما تطلع معايا في الدائرة في الأمثلة القادمة. نجو عبارة عن ناخذ نسمي المقاومة آر إي ومقاومة آر بي ومقاومة آر سي على شكل نسمو فيه نحن على شكل ستار. يبدأ ار اي شنو تساوي؟ تساوي عبارة عن حاصل ضرب المقاومتين المقابلات ار 1 في ار 2 على مجموع المقاومات اللي هي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. ار بي شنو تساوي؟ عبارة عن حاصل ضرب ار 2 في ار 3 اللي هي النقطة هذه نحن نسيت نعلق عليها اللي هي اي وبي وسي. لما نجيب ار اي قلنا عبارة عن ار 1 في ار 2 على ار 1 في ار 2 على ار في ار 3. لو نجي هنا نبي ار بي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن ار 2 ضرب ار 3 على مجموع المقاومات ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. لو نبي ار سي توا عبارة عن اللي هي الزاوية هذا او الكورنر هذا عبارة عن ار 1 في ار 3 على مجموع المقاومات ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. هيك طريقة تحويل من دلتا الى ستار. مثال مثال فاوند
are equivalent for the circuit showing in the figure. figure الشكل التالي هذا. واضح ان هنا التوصيلة لو ندقق فيها لا نجد فيها توالي ولا نجد فيها توالي. لو جينا للدائرة هذه نجد ان هذه وهذا توازي لكن موجود مقاومة. لو جينا هنا نلقى هذه وهذه توازي لكن موجود هذه مقاومة في النصف. فبالتالي لا تصلح لا نظرية توالي ولا توازي. فنحتاج لو الشكل شوف معي هذه لو هذا نقطة واحدة فنشوفها على شكل شنو؟ على شكل دلتا، سواء مربع اللي فوق او التوصيلة اللي فوق او التوصيل تحت. فهنا نحتاج إلى طريقة توصيل دلتا تو ستار اللي شرحناها قبل شوية. القانون بتاعها عبارة عن نحدد النقطة هذه A وهذه B وهذه C. حسب القانون شو قلنا احنا؟ قلنا عبارة عن أو هنا بدينا تيار زي ما هي هنا نقطة A والنقطة B والنقطة C. ونبدأ نحل على نغير الشكل بدل دلتا تو ستار توصيل ستار ونشوف كيف الأرقام هذين. النقطة إيش قلنا؟ هي عبارة عن حاصل ضرب مقاومة ثلاثة في ثلاثة على مجموع المقاومات اللي هي ثلاثة زائد اثنين زائد ثلاثة اللي هي ثلاثة في ثلاثة تسعة على مجموع المقاومات اللي هي ثمانية. نفس الشيء بالنسبة للمقاومة بي، هي عبارة عن اثنين في ثلاثة على مجموع المقاومات اللي هي ستة على ثمانية اثنين في ثلاثة. نفس الشيء بالنسبة للمقاومة سي، عبارة عن ثلاثة في اثنين على مجموع المقاومات اللي هي ثلاثة واثنين وثلاثة اللي هي ثمانية. ونكمل باقي الدائرة اللي هي مقاومة واحد، هاي مقاومة واحد. فلو تلاحظوا هنا المقاومة هذه والمقاومة هذه توالي ولا؟ نجمعوها اللي هي ستة على ثمانية زائد واحد، وهنا ستة على ثمانية زائد واحد اللي هو يعطيني الناتج كم؟ يعطيني الناتج هنا 14 اللي هي 8 كأنه 1 8 على 8 زائد 6 على 8 اللي هي 14 على 8. وهنا نفس الشيء كأنه 14 على 8. وتبدأ المقاومة هذه وحدها كأنها 9 على 8. برضو المقاومات هذينا نلاحظ ان هذه 14 على 8 وهذه 14 على 8 على شكل توازي. توازي يبدأ مجموع الحاصل حاصل ضربهم على حاصل جمعهم، أو نقدر نقول عبارة عن محصلة أي مقاومتين متساويتين عبارة عن نصف واحدة منهن اللي هو 14 على 8 نصفها اللي هي كم؟ 7 على 8. 7 على 8 اللي هي محصلة اثنين هذينا هي عبارة عن شنو؟ عن مع 9 على 8 هي على التوالي، اي 7 على 8 على التوالي مع 9 على 8 اللي هو حاصل جمع البسط 16 على 8 اللي هو يساوي 2. هنا نشرح هذه من جديد اللي هي عباره عن اسهل طريقه لايجاد اي مقاومتين متساويتين على التوازي، هو عباره عن نصف واحده منهم اللي هي 14 على 8 زائد 14 على 8 يساوي نصف واحده منهم اللي هي 7 على 8، او نطبق في القانون اللي هو حاصل ضربهم على حاصل جمعهم برضه يطلع برضه معانا 7 على 8. نشوف اللي هي تحويل مش ستارت ومش ترانسفير ترانسميشن اللي هو تحويل من نجمة إلى حلقة. تحويل من نجمة إلى حلقة اللي هو الشكل هذا. يكون عندي الشكل هذا. طريقة التحويل من نجمة إلى حلقة حيث يتم إلغاء توصيل النجمة واستبداله بتوصيل حلقة، ونشرح هذا بالشكل القوانين التالية اللي هي أو الشكل هنا اللي هو A G A اللي هو قال لي هنا مثال مثلا مثال اللي هو G A G B جي سي جي دي اللي هو مجموع الجيات هنا تساوي جي اي زائد جي بي زائد جي سي زائد جي دي اللي هي للجيات. هنا قال لي عشان نحول من تحويله ستار الى حلقه عباره عن نضيف المقاومه الاولى او نشوف العلاقات مع بعضنا. هي عباره عن جي اي بي جي اي
بي اللي هي المقاومة اللي هنا، جي اي بي هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن جي اي بي جي بي على مجموع للجي، جي اي جي بي على مجموع جي. مثلا جي اي بي عبارة عن جي اي جي بي على مجموع الجي اللي هي. لو جينا هنا جي دي بي، جي دي بي اللي هي جي دي جي اللي هي المقاومة هذه، خلينا سي دي جي سي دي، هي عبارة عن جي سي في جي دي على مجموع للجي. هنجو هذه مثلا جي دي بي، جي دي بي تساوي جي بي في جي بي على مجموع الجيات. هنا جي اي سي نفس الشيء، عبارة عن جي اي في جي سي على مجموع اللي هي جي اي جي بي جي سي. يعني التوصيلة هذه نحتاج الى اللي هي توصيلة ستار، توصيلة ستار تمش بدل اربع مقاومات على شكل ستار، يقعد عندنا ست مقاومات على شكل حلقة كما هي موضحة في العلاقات التالية اللي تو شرحناها بالشكل هذا. جي اي بي تساوي كذا، جي بي سي تساوي كذا، وهكذا لغاية نطلع بست ست مقاومات، كل مقاومة عرفنا مكانها من خلال الشكل السابق اللي هو هذا. تمام؟ لو وجدنا مثلا على سبيل المثال نشرحها من جديد، واحدة من جديد اللي هو لو وجدنا نبي نجيب المقاومة اللي هي جي اي سي، هي عبارة عن جي اي وجي سي على مجموع الجيات اللي هي جي اي جي بي سي سي، واللي هي بدايتها من هنا جي اي، نحطها هنا جي اي. لو نبي جي سي، لو نبي جي دي بي اللي هي بين هذه وهذه، عبارة عن الجي هذه بالجي هذه على مجموع الجيات، وناخذ عليها مثال ونشوف المثال يوضح الطريقة هذه. المثال found are equivalent for the circuit showing in the figure using star to mesh transform، تحويل star to mesh. المثال عندي بالشكل هذا، نبدأ بالحل أو نفس الرسمة، عبارة عن بيوضح فيها الـ A وين والبي والسي، هذا شكل اللي هو نجمة اللي بنحوله إلى شكل دلتا أو شكل حلقة. نوجد، قال لي بما أن هذه اثنين وهذه اثنين وهذه اثنين، إذا متساويات جي أي جي أي بي جي أي بي هي نفسها جي أي سي هي نفسها جي بي سي، لان كل يساوي كم؟ يساوي 2. هنا 12 نفس ما هي، وهنا 3 نفس ما هي، وهنا 3 زي ما هي. نجي ما طبعا الجي اللي هي المصريه اللي هي مقلوب المقاومه، يعني عشان نجيب المقاومه هي عباره عن مقلوب الاثنين اللي هي 1 على 2 اللي هي نص. يبدا عندي جي اي بي مضروبه في جي اي سي اللي هي نص، مضروبة في جي اي بي اللي هي نص برضو، على مجموع الجيات اللي هي نص زائد نص زائد نص، وتساوي 1/6. فكل المتساويات اللي هن يساوين كم؟ هذه تساوي 6 وهذه تساوي 6 وهذه تساوي 6. منين ليش جا المتساويات؟ قلنا لان الحالة هذه ان المقاومات هذين كلهن متساوية، تساوي 2 تساوي 2 تساوي 2.
هي طلعت معانا ستس تقدر نقلبوها بخلوها على اساس مقاومه، اللي هو المقاومه تقعد عباره عن مقلوب السدس اللي هي المقاومه تقعد سته وسته وسته. لاحظ معايا هذه السته والسته هذه على التوازي، والسته والثلاثه هذين على التوازي، والثلاثه والسته هذه على التوالي. السته والثلاثه حاصل ضربهم على حاصل جمعهم اللي هو يطلع معانا كم حاصل ضربهم اللي هي 8 12 في السته على مجموعهم اللي هو 18 يطلع معانا 4. وهنا برضو 3 في 6 18 على مجموع 9 يطلع معانا 2، وهنا اللي هو يطلع معانا 2 اللي هي 18 6 يطلع 2. يعني محصلة هذين 4، محصلة هذين 2، محصلة هذه 2. بهالشكل هذا يقعد معايا 2 و2 و4 اللي هو هذه وهذه على التوالي 2 و2 4 على التوازي مع الأربعة 4 و4 توازي اللي هي كم يقعد 2 2 توازي 2 اللي هو 2 نصف وحدة من اللي هو 2. هنا لو تلاحظ الشكل هذا اصبح ملخص الار كوفيننت بتاعها عباره عن مقاومه قيمتها 2. نجول بمسائل 1 و2 و3 اللي هي موجودات عندي انا، اللي هي البروبلم 2 و2 اللي فيكم في الحوش تحاولوا تحلوا رقم 1 رقم 1 اللي هو A و B، ورقم 2 برضو A و B، وبهكذا تنتهي محاضرة اليوم. ولو في سؤال تواصلوا معانا مع بعضنا في الصفحة اللي هو الكلاس روم الخاصة بالمواد بتاعنا. السلام عليكم.